أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين في هذا الصباح: مقتل 6 من علماء الدين في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الشباب. دولة جيبوتي تستنكر مواصلة الميليشيات الحوثية الهجوم على مدينة مأرب اليمنية. فلسطين تدين قرار الاحتلال لإقامة 980 وحدة استدانية جنوب بيت اللحم. أما الآن فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. تفيد الأنباء الواردة من مدينة حضر حاضرة محافظة بكول أن لغما أرضيا زرعته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدف مدنيين كانوا يستقلون عربة توك توك. وأسفر انفجار اللغم الأرضي في منطقة على بعد 25 كيلومتر شرقي مدينة حضر عن مقتل 6 من علماء الدين في المنطقة وإصابة 2 آخرين بجروح. وأشار مراسل وسائل إعلام الدولة في محافظة بكول محمد حسن عبد الرحمن إلى أن عربة توك توك كان على متنها 8 أشخاص، 2 منهم أشقاء، وكان علماء الدين في طريقهم إلى أحد المنازل في المنطقة حيث تمت دعوتهم لقراءة القرآن الكريم، وسيتم دفنهم صباح اليوم في قرية بن جيناي الواقعة على بعد 15 كيلومتر من مدينة حضر. وتقف ميليشيات الشباب المتمردة وراء حادثة إبادة علماء الدين الذين لم يرتكبوا أي ذنب. عبرت جمهورية جيبوتي الشقيقة عن استنكارها مواصلة الميليشيات الحوثية الهجوم على مدينة مأرب اليمنية التي تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين الأبرياء. وحذرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي في بيان لها اليوم من هذا الهجوم لما يحمله من تداعيات خطيرة من شأنها تفاقم الوضع الإنساني في اليمن. وجدد البيان دعم جيبوتي الكامل لكل ما يتخذه تحالف الدعم الشرعية في اليمن من تدابير مع ممارسات ميليشيات الحوثي التي تغذي العنف وتؤجج الأوضاع. وأكدت جمهورية جيبوتي مساندتها التامة للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع في اليمن عبر تسوية سياسية مستدامة تعيد إليه الأمن والاستقرار وترفع المعاناة عن شعبه الشقيق. دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إقامة 980 وحدة استيدانية جديدة في مستوطنة أفرات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب بيت اللحم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس الاثنين أن قرار حكومة الاحتلال حلقة في سلسلة متواصلة من الانتهاكات المتصاعدة ضد المواطنين العزل، وتندرج في إدارة عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، وكان معكم في الهواء عمر فارح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.